مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز ما جاء في جريدة أصوات لهذا اليوم. المغرب يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. دعوات وطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع. نقل الممثلة التركية الملقب بمهند إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا. إلى التفاصيل. مساء اليوم الأربعاء عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا، وقالت الوزارة في ندوتها اليومية أن عدد المصابين وصل إلى 42 وستين حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل المجموع إلى 37 حالة وفاة. ولمواجهة فيروس كورونا أعلنت المدرسة المغربية لعلوم الهندسة اليوم الأربعاء أن طلبتها تمكنوا من تقديم 3 اختراعات علمية طبية لمواجهة الفيروس، تم اختيارها من بين أفضل 10 اختراعات وابتكارات أخرى شاركت في هاكاثون نظم عن بعد في المغرب. وأضافت أن الابتكار الأول هو عبارة عن طائرة الدرون مزودة بالأجهزة اللازمة للقيام باختبار المصحف الأنفية للكشف عن المرض. أما الابتكار الثاني فيخص نظام التنفس الرقمي الذكي الذي يمكن من توصيل حالة المريض إلى القسم المعني لتجنب أي نوع من الاتصال المباشر لضمان المتابعة وإقامة نظام تنبيه في المستشفى الخاص بالمواقف الحرجة، في حين يخص الابتكار الثالث الوصفة الطبية الإلكترونية، وهو عبارة عن تطبيق محمول على شكل منصة قابلة للمشاركة تسمح للطبيب بإنشاء وصفات طبية والتحقق منها حتى يتمكن المريض من استلام أدويته من الصيدلية. ومن جهة أخرى طالب المكتب التنفيذي للمرصد بإطلاق سراح السجناء الرأي العام والتظاهر السلمي وتقليص عدد السجناء الإحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي، كما طالب باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الجدد الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة مع إعمال تدابير خاصة بالإفراج المقيد بشروط. وفي النطاق نفسه بالجزائر تم إصدار قرار بالعفو عن أكثر من 5000 سجين باستثناء المحكوم عليهم من القضاء العسكري وقضايا الإرهاب. وقد نفى السيد محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، نفى يوم أمس الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والتي تزعم أن المغرب اقتنى 100,000 جهاز كشف عن فيروس كورونا المستجد من كوريا الجنوبية. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر مجرد تكهنات وأن المملكة تقتني فعلا أجهزة كشف من عدة دول، غير أن الرقم الذي تم تداوله مجرد تكهنات. وبتركيا نقل الممثل الملقب بمهند في آخر ساعات أمس الثلاثاء إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأعلن مهند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر وجود شكوك بعد ظهور أعراض المرض عليها، وأكد أنه وزوجته قاما بحجر صحي منزلي
منذ 15 يوما، لكن ظهرت عليه بعض الأعراض التي تستوجب التأكد من سلامته أو العكس. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إليكم أبرز العناوين. المغرب يسجل 40 حالة جديدة بالإصابة بفيروس كورونا. دعوات وطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع. نقل الممثل التركي الملقب بمهند إلى المستشفى لاشتباهه في إصابته بفيروس كورونا. دمتم في رعاية الله.